السمك المسحور، سلسلة حكايات ألف ليلة. ترك الصياد السمك الملون وانصرف، فأمر الملك وزيره أن يحمل السمك إلى المطبخ ويطلب من الطاهية أن تطبخه في طاجن. فحمل الوزير السمك إلى الطاهية وأمرها أن تنفذ أمر الملك، فقالت الطاهية: سمعا وطاعة سيدي الوزير. نظفت الطاهية السمك جيدا وغسلته بالماء، ثم وضعته في الطاجن، ووضعت الطاجن على النار حتى نضج وجهه الملاصق للطاجن، ثم قلبته على الوجه الآخر، وما إن فرغت من ذلك حتى رأت عجبا، فقد انشق حائط المطبخ في الحال، وخرجت منه فتاة غاية في الحسن والجمال، ترتدي ملابس فخمة من الحرير المزركش بخيوط الذهب، وفي يدها أساور وخواتم مرصعة بالأحجار الثمينة، والفتاة تمسك بيدها عصا من الخيزران، فتقدمت من الطاجن وغرست عصاها في السمك قائلة: يا سمك يا سمك، هل أنت على العهد القديم مقيم؟ وظلت تكرر ذلك القول عدة مرات، والطاهية تنظر إلى ما يحدث مفزوعة، فرفع السمك رؤوسه من الطاجن وقال مخاطبا الفتاة: نعم نعم. فلما سمعت الطاهية كلام السمك أغمي عليها وراحت في غيبوبة، فقال السمك مخاطبا الفتاة: إن عدت عدنا، وإن وافيت وافينا، وإن هجرت فإنا تكافينا. فقلبت الفتاة الطاجن حتى احترق السمك، وغادرت المطبخ من الجدار الذي دخلت منه، ثم عاد الجدار إلى الالتحام وراءها وكأن شيئا لم يحدث. أفاقت الطاهية بعد قليل فوجدت السمك محروقا كالفحم، فوقفت حائرة فيما تفعله وماذا تقول للملك إذا سألها عن السمك. وبينما هي في حيرتها دخل الوزير المطبخ، فلما رأى السمك محروقا تملكه الغضب ونهرها بشدة، مهددا بطردها من القصر، فقصت عليه الطاهية ما حدث. وخاف الوزير أن يخبر الملك بهذه الحكاية التي ظن أن الطاهية لفقتها، ولذلك أرسل من أحضر له الصياد على الفور، فلما حضر قال له: اذهب وأحضر 4 سمكات ملونة مثل التي أحضرتها للملك اليوم، وإلا أمرت بقطع عنقك. فأسرع الصياد في الحال إلى البركة، فألقى شبكته وجذبها، فوجد فيها 4 سمكات كل واحدة بلون، فحملها إلى الوزير الذي أعطاه 400 دينار ذهباً. ثم حمل الوزير السمك وتوجه به إلى المطبخ وقال للطاهية: هيا أطبخ السمك أمامي حتى أتحقق مما تقولين. ومن العجيب أن الطاهية عندما وضعت الطاجن على النار انشق الحائط، وخرجت الفتاة ممسكة العصا، فأخذت تقلب السمك وتتحدث إليه بنفس الكلام الذي قالته في المرة الأولى، والسمك يرد عليها بنفس الكلام حتى احترق السمك. فلما رأى الوزير ذلك تملكه العجب، وتوجه إلى الملك فأخبره بما حدث، فقال الملك: لابد أن هذا السمك وراءه سر، ولابد أن أرى بعيني. ثم أرسل الملك إلى الصياد وأمره أن يحضر له 4 سمكات ملونة مثل التي أحضرها من قبل، ووقف الملك يشرف بنفسه على عملية طهي السمك في المطبخ. ولشدة دهشة الملك حدث ما حدث في المرتين السابقتين، فقال الملك: هذا أمر لا يمكن السكوت عليه، أحضر الصياد،
حتى نعرف منه سر ذلك السمك الغريب. فلما حضر الصياد سأله الملك قائلا: من أين تحضر هذا السمك؟ فقال الصياد: من بركة خلف الجبل الكبير الذي يقع خلف مدينتك أيها الملك. فقال الملك: كم يوما تبعد هذه البركة عن هنا؟ فقال الصياد: إنها لا تبعد أكثر من مسيرة نصف ساعة فقط. فأمر الملك بخروج موكبه يحيط به الجنود والأعوان، ويتقدمهم الصياد ليدلهم على تلك البركة وهو يلعن المارد، حتى وصلوا إلى تلك البركة. فلما رأى الملك السمك فيها أشكالاً وألواناً، سأل أتباعه عما إذا كان أحدهم قد رأى هذه البركة من قبل، فأنكر الجميع رؤيتها. فقال الملك: والله لا أدخل مدينتي ولا أجلس على كرسي المملكة حتى أعرف حقيقة هذه البركة وسمكها الغريب. وأمر الملك الجنود بأن يضربوا الخيام وينزلوا حول البركة. وفي الليل تسلل الملك خارجا من خيمته بعد أن تقلد سيفه، وأخبر وزيره أنه ذاهب لاستطلاع المنطقة حول البركة، وطلب منه ألا يخبر أحدا بذلك. سار الملك بقية ليلته حتى الصباح، ثم واصل سيره حتى اشتد عليه الحر فاستراح قليلا، ثم واصل سيره بقية يومه وليلته الثانية. وفي صباح اليوم التالي وصل إلى قصر مبني بالحجارة السوداء وعليه باب مصفح بالحديد، ومن حسن حظه وجد باب القصر مفتوحا. طرق الملك باب القصر عدة مرات فلم يجبه أحد، ولذلك توجه إلى داخل القصر قائلا: يا أهل القصر، يا أهل القصر، عابر سبيل يطلب الطعام والماء. فلم يرد عليه أحد، ولذلك سار الملك داخل القصر حزينا لأنه لم يجد أحدا يسأله عن سر تلك البركة والسمك الملون الذي فيها. ولم يكد الملك يسير داخل القصر قليلا حتى سمع أنينا خافتا وبكاء متقطعا يأتي من غرفة قريبة منه، فتوجه في الحال إلى باب الغرفة، فرأى شابا حسن الوجه والمظهر يجلس في سرير مرتفع عن الأرض وهو يبكي بشدة. فلما رآه الملك تعجب من منظره وسأله قائلا: أخبرني أيها الشاب عن سبب بكائك وعن سر هذه البركة وسمكها الملون. فبكى الشاب بكاء شديدا، فتعجب الملك وقال: ما الذي يبكيك أيها الشاب هكذا؟ فقال الشاب في تحسر: كيف لا أبكي وهذه حالي منذ سنوات. ورفع الشاب ثيابه فرأى الملك أن نصفه الأسفل حجر ونصفه الأعلى بشر. ثم بدأ الشاب يحكي قصته قائلا: إن قصة هذا السمك عجيبة. لقد كان والدي ملكا على هذه المدينة، فلما توفي ورثت أنا الملك من بعده، وكانت لي ابنة عم فتزوجتها، وأنا لا أدري أنها تنوي لي شرا، وقد مكثت معها 5 سنوات وأنا لا أدري ما تدبره لي في الخفاء، وقد لاحظت أنها تغادر القصر ليلا وأنا نائم ولا تعود إلا قبل الفجر بقليل، فتملكتني الظنون فتظاهرت ليلة بالنوم فسمعتها تقول: نم ليلتك لم تقم، لقد كرهتك وكرهت صورتك وملت نفسي من عشرتك. ثم ارتدت أجمل ثيابها وتلت تعويذة سحرية، ثم غادرت القصر مسرعة، فخرجت خلفها حتى غادرت المدينة ودخلت حصنا عليه قبة فصعدت فوق القبة، وجلست أراقب ما يحدث. فقاطعه الملك قائلا:
وماذا حدث؟ فقال الشاب: لقد دخلت على والدها الذي كنت أحسب أنه مات قبل أبي بسنوات، حين دبر مؤامرة لقتل أبي حتى يستولي على الملك، لكن أبي قمع مؤامرته وظن الجميع أنه مات. وبعد أن عانقت والدها سمعته يقول لها: أما آن الأوان حتى تتخلصي من زوجك وأجلس أنا على العرش بدلا منه. فقالت له: إنني أعد العدة لذلك، سيأتي اليوم الذي أقتله فيه وتجلس أنت على العرش بدلا منه يا أبي، يجب أن نهيئ الشعب أولا لذلك حتى لا تحدث ثورة ضدك. وسكت الشاب ثم وصل حديثه في تأثر قائلا: عندما سمعت ما تدبره من مؤامرة هي وأبوها ضدي لم أستطع تمالك نفسي، فتسللت إلى داخل القلعة وضربته بسيفي على عنقه ضربة ظننت أنها قتلته، لكنها قطعت حلقومه فقط، فتركته ينزف وغادرت الحصن مسرعا. وفي تلك الليلة حدثت كل المصائب التي نحن فيها. لقد عادت زوجتي إلى القصر حزينة مما فعلته بأبيها، فما إن رأتني حتى أخذت تردد كلاما غريبا لم أفهم معناه، ثم نظرت إلي قائلة: جعل الله سحري نصفك حجرا ونصفك الآخر بشرا، فصرت كما تراني، لا أنا حي ولا أنا ميت. وكانت مدينتنا تحتوي 4 أصناف من البشر، مسلمين ونصارى ويهود ومجوس، فسحرتهم كلهم سمكا وهو الذي رأيته في البركة، وسحرت جزر المملكة 4 إلى 4 جبال وهي التي رأيتها تحيط بالبركة. وقد نقلت والدها الجريح إلى قصر مجاور وتقضي الوقت في تمريضه وعلاجه، لكنها تأتي إلى هنا كل ليلة مرة فتضربني بالصوت وتعذبني حتى يسيل الدم من جسدي، وأنا أبكي وأصرخ دون أن أقدر على دفع أذاها عني. فتأثر الملك من كلام الشاب المسحور وبكى حتى ابتلت لحيته، ثم قال: إن شاء الله تعالى أخلصك من هذه الساحرة الشريرة ومن أذاها. وانتظر الملك حتى حل المساء وحان موعد حضور تلك الزوجة الشريرة لتعذيب زوجها، ثم تسلل مغادرا المكان حتى وصل إلى القصر الذي تخبئ فيه والدها، ودخل القبو الذي يقيم فيه فقتله، ثم أخفى جثته وارتدى ملابسه ونام في فراشه. فلما انتهت الزوجة الشريرة من تعذيب زوجها عادت إلى أبيها في القابو، فلما رآها الملك داخلة عليه قلد صوت أبيها وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما سمعت صوته ظنته صوت أبيها وقالت في فرح: هل بدأت تتماثل للشفاء يا أبي؟ فقال لها الملك: نعم، ولكنك تصرين على ضرب زوجك وتعذيبه، وصراخه يحرمني النوم طول الليل، ولولا هذا لكنت تعافيت منذ فترة. يجب أن تسارعي بتخليصه من هذا السحر حتى لا يقلق نومي. فأخذت الزوجة الشريرة طاسة مليئة بالماء وقرأت عليها، ثم توجهت إلى زوجها ورشت الماء في وجهه، فزال عنه السحر في الحال وعاد إلى صورته الآدمية. ثم عادت إلى القبو فقال لها الملك مقلدا صوت أبيها: لقد أرحتني من الفرع ولم تريحيني من الأصل. أهل هذه المدينة وسكان الجزر 4 في كل ليلة عند منتصف الليل يرفع السمك رأسه ويدعو علي بالعذاب. فقالت الزوجة الشريرة: حالا أخلصه من سحرهم طالما أن ذلك يريحك يا أبي. وأخذت بعض الماء فقرأت عليه، ثم رشته في الجهات 4، فانفك السحر عن المدينة والجزر 4،
وتحول السمك إلى آدميين مرة أخرى، ودبت الحياة في كل أرجاء المملكة. وعادت الزوجة الشريرة إلى الملك في القابو، وهي تظن أنه أبوها، فأخرج الملك سيفه وطعنها به، فقتلها وأراح الناس من شرها وسحرها.